تقدم عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار بإخبار بهدر وتبييض الأموال ضد عدد من المستشارين في وزارة الطاقة والمياه في موضوع التصرف بالهبات والأموال الممنوحة لوضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 2020 وإعداد المراسيم التطبيقية لقانون المياه وتوظيف هذه الأموال لصالح عدد من الاستشاريين والمتعهدين. هؤلاء المستشارين اللي مفروض يزورون التحقيق ويبينوا مين هن، هؤلاء المستشارين كما علمت أخذوا كل الداتا من مؤسسات المياه وكذلك من مديرية الموارد المائية في الوزارة وكذلك من المديرية عام الاستثمار في الوزارة، أخذوا كل الداتا كل المعطيات التي تتعلق بموضوع المياه إن كان خرائط أو إن كان قياسات أو 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 اللي هي شيء أساس بالنسبة لإعداد المراسم التطبيقية وراحوا عطوها لمكاتب استشارية موجودة عندهم بالوزارة معتمدة عندهم بالوزارة. ومن بعد ما تأمن التمويل الخارجي هذا التمويل الخارجي طبعا لحتى تقدر أنت تستغله بده ينعمل مناقصة، يعني هذه الجهات الخارجية لكن بدها تعمل مناقصة هي بتسويها الجهات الخارجية، ولكن طبعا هذه الجهات الخارجية اللي لما بدها تعمل مناقصة لتنفذ أشغال معينة أعمال معينة بدها شركاء داخليين، هالشركاء الداخليين بما أنهم هن استشاري بوزارة الطاقة وعنده كل الداتا اللازمة أصبح عندهم حظوة أكثر من غيرهم لحتى يروحوا وترسى عليهم كشركاء داخليين هذه المناقصة. وبحسب معلومات الجديد فإن المستشارين في وزارة الطاقة خالد نخل وسوزي حويك وبناء على الإخبار قاما وخلافا للأصول بتجاوز مديرية الموارد المائية ومديرية الاستثمار في الوزارة وطلب المعطيات والمخططات والدراسات من المراجع الإدارية كافة، وقاما بتسليمها لعدد من الشركات الاستشارية التي تنحصر بها شروط التقدم بالمناقصات، ومن هذه الشركات شركة المكتب الفني للإنماء لصاحب بها ميشيل مجدلاني ما مكنها من الفوز بالمناقصة لمشروع بقيمة مليوني دولار ومشروع آخر بقيمة 20 مليون يورو بمنح من اليونيسف ووكالة التنمية الفرنسية. الإخبار المقدم هو من نائب المستقبل، وفي ظل تصاعد الهجوم بين التيار الأزرق والتيار البرتقالي هل يشكل إخبار الحجار بداية المعركة القضائية بعد حرب البيانات؟ هذا الأمر يعني أنا متوقع أن تسألني هكذا سؤال، وأنا بالنسبة لي شخصيا أكيد لا مش هيك، لأنه أنا من زمان وبالجاي وقت بيتوفر لي أي أخبار بتقدم فيه، ولما يكون في عندي أي معلومة بحكي فيها على بالإعلام مباشرة، لأنه وقت اللي بيكون في شيء غير سليم عم يحصل هذا الأمر يجب أن يتبين الصح من الغلط فيه. أنا ماني عم بقول أنه هذه المعلومات اللي عندي هي معلومات سليمة 100%، ما بعرف، أنا وصلت لهالمعلومات ولكن من موقعي وواجباتي إنه أقدم هذه المعلومة للهيئة القضائية المعنية لهي تقدر تفصل في هذا الموضوع. أنا وعلمت الجديد أن الإخبار الذي قدمه النائب الحجار لدى النيابة العامة التمييزية أحيل إلى القاضي صبوح سليمان. آدم شمس الدين، قناة الجديد.